مرحبا بكم في برنامج تحديات الجديد جزيرة النجوم. في كل حلقة نجم النجوم غيعيش تحدي إما مع دريس العراقي يا إما مع المهدي شهاب. المنشطين ديالنا كيلعبوا أدوار اللي كتختلف من تحدي الآخر. شاف كريستوف ساسو على راسو مقدم برنامج في تغلط تغطس، شاف شانطي مصور في ستوديو 2000، ومول سوارت فكها يا من وحلتها. سيدتي وسادتي أنستي فاتي جمالي. فاتي مرحبا بك. ما تخيليش قداش أنا فرحان حجيتي عندي. وما تخيليش قداش أنا خايفة حجيتي عندي. علاش شنو فيا كيخلع؟ ما عرفتش شنو وجد ليا. موجد لك غير الخير. كي داير علاقتك بالتصاور؟ مزيانة. عزيزة على التصاور. بصح؟ يا ربي بقاو عزيزين على التصاور. فاتي تفضلي معايا مرحبا بك. الخلع. مرحبا وألف مرحبا. ما غيوقع غير الخير. ما غاديش يتحلش. ما يتحلش. لا كنخاف كنخاف. ما تخافيش، انت بين ايدي امينه. جي بير والله جي بير. كي جاك الاستوديو ديالي؟ مانيفيك مانيفيك. وانا كنوعدك انك غدوزي احسن شوتينغ في حياتك. غادي نصورك 4 ديال التصاور. حيت انا قلبت في لي ريزو ديالك وما لقيت حتى شي تصويره اوفيسيال. لا حتى شي تصويره معقوله. داكشي علاش قررت اليوم انني نصور فاتي جمالي تصويره وهي معقوله. كل تصويره عليها 25 نقطه. الشروط باش تنجحي التصويره خاص يكونوا عينيك محلولين وفمك مسدود. عندك تخرج ليا شي تصويره بحال هكا. اوكي. سيدتي وسادتي انستي، غناخذوا اول تصويره فاتي جمالي. فاتي شنو وقع؟ فاتي في نظرك كيفاش غتكون هاد التصويره اللي خدينا لك؟ مرعبه. اللي غنشوفوا نسبه الرعب اللي في التصويره ديال فاتي جمالي دابا سيدتي وسادتي. ويلي ويلي انا شو التصويره ديالك مع الاسف ما كتشوفيش الشروط. فمك محلول وعينيك مسدودين. تماما. دونك خسرتي اول 25 نقطه. انا بان ليا وجهك هنا كيبري. دونك خصك غوتوش ماكياج. غوتوش ماكياج عافاكم. جميل جدا. دابا وجه فاتي جمالي ما بقاش كيبري. شنو بالك دابا ناخذ التصويره الثانيه؟ مستعده؟ العينين محلولين والفم مسدود ماشي العكس. مستعده فاتي جمالي؟ ونشوفوا دابا سيداتي سادتي انستي ثاني تصويره ديال فاتي جمالي. فاتي في نظرك التصويره رقم 2 كي خرجات؟ ما نتينيش تكون شاجره. ربي عليك. دخل العينية. فاتي في نظرك خرجت التصويره رقم 2؟ ما في نظري التلعبه. ما في نظر هاد التلعبه. غنشوفوا واش هاد التلعبه خرجت مزيانه ولا ما مزياناش. التصويره رقم 2 ديال فاتي جمالي. ما شاء الله. عندك الشرط الاول العينين محلولين. سي بون مي فم محلول. وما قلتيش لي غادي يطرطق هاد العيشوره. باقي عندك فرصه لتدارك الموقف. باقي عندك 2 ديال التصاور فاتي. كنتمنى انك تكوني استفدتي من الدروس وان التصاور الجايين غيكونوا في المستوى المطلوب. فاتي واش مستعده للتصويره رقم 3؟ وانا نقدر نقول لك لا. ما تقدرش تقول لا. بيان سور. سيدتي وسادتي غندوزوا للتصويره رقم 3 ديال الفنانه فاتي جمالي. كانت فنانه. فاتي جمالي في نظرك كي غتكون خرجت التصويره ديالك رقم 3؟ بومبا 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 بومبا.
بومبا. نشوفوا البومبا كي خرجت في التصوير. الثالث مره كتفشلي انك تصوري تصويره اوفيسيال. وشحال جبتي؟ زيرو. بقى عندك تصويره واحده، يعني بقى لك 25 نقطه. طلقي جمالك. نسيتي شي جمال؟ غطوش مكياج، نشوفوا الجمال ديالها غير تطلق مره اخرى سيداتي واسادتي. يا لا جمالك يا فاتي جمالي، ما كرهتش تسمعينا شي اغنيه بصوتك وغني لنا على راسك وعلى جمالك. عطيني هذا الشيء بيد فكرني في افران. محلى افران ومحلى جماله. وما احلاكي وما احلى جمالك. واش مستعده للتصويره الرابعه نشوفوا فيها الجمال ديال فاتي جمالي؟ بيان سور بيان سور. غندوزو معكم سيداتي وسادتي للتصويره رقم 4. فاتي شنو وقع؟ في نظرك كي غتكون خرجت التصويره ديالك رقم 4؟ زوينه ما سديتش عيني. والله نشوفوا واش زوينه ولا ماشي زوينه سيداتي وسادتي. غنشوفوا التصويره رقم 4 ديال فاتي جمال. غادي نخليك توصفي لنا راسك في التصويره. هو مشهد رائع، قليلا ما كنشوف هذه المشاهد بحال هكا. صحيح قليلا ما كنشوفو بحال هكا. نادرا نادرا قلما يعني ملي كيحسك شي واحد ولا شي واحد كيبغي شي ناس فوق تقدر توري هذه التصويره والناس فوق. فهاد التصويره باقا فاتي جمالي؟ لا يمكن لا فاتي لا جمالي. فين مشى جمالك؟ ديتي اخويا بالدقيق. غادي ندير معك واحد القضيه ما درتها مع حتى شي واحد، حيت انت فاتي جمالي وحيت عزيزه عليا وحيت غنيتي ليا. غنعطيك فرصه للتصويره رقم 5. حمري لي وجهي. عرفتي انا فاتي انا من غيري انا. سيداتي وسادتي، استثناء في حلقه اليوم غادي نشوفوا التصويره رقم 5 ديال فاتي جمالي. مستعده؟ مستعده. يلا اكتشفوا سيداتي وسادتي التصويرة رقم 5. ما شاء الله. اخيرا وبعد 5 محاولات فاتي جمالي كتنجح وكتربح 25 نقطة. فاتي برافو عليك، جاتك التجربة رائعة. عندك شي حاجة من بعد؟ عندي رونديفو. عندها رونديفو دونك خاصها غوتوش مكياج. غوتوش مكياج. اشنو ثاني؟ شكرا لكم سيداتي وسادتي، ونتلاقاو مره اخرى في جزيره النجوم. خليكم وكنقول لك شكرا فاتي جمالي. لا حرام عليك. حرام عليك. انت اللي قلتي لي عندك رونديفو، ما بغيناش نصيفطوك بحال هكا. فاتي شكرا على المشاركه ديالك معنا، كنتمنى لك بقيه اوقات ممتعه والى اللقاء.